امين ابو امين اوكي نبقى مركات لاباس يعني يا بخير بابا نشيك مزيان هاي هاي انا الدار على ثاني واش غدير اخي راك عارف بابا نشيك لا بس الحمد لله واش حالي ديما شناك اصاحبي ايوا شتينا خدمة ويلي ريح ريح ضربوا هاد الكويس بعدا الله الله طريق اخويا ضربت هاد عندك وييه وفين جيتي الطوموبيل طبعا شنو جا لاجلي ولا اش غدي وانت هانية صافا كلشي مزيان كلشي جديد ولا لا والو كلشي جديد ولا والو اش غدير دراسة صاحبي في البلاد وكاع عاتبي انا ما شفتيش الخبر الاخر لا ما سمعتش ويلي مزقوش لي يا صاحبي ما قريتيش الجورنال اليوم لا امي ما قريت ويلي يا صاحبي ترك لك يحيدوهم بصفة نهائية ويلي والله ويلي اخويا دوا معايا دابا دوا معايا واحد الدري في التليفون دابا شوية يلا انا تمنى العاس ودرت واحد الدوش ومعايا قال لي ودي راه اللي كاين قال لي راه جا واحد القرار من الجامعة والعيبات قال لي راه غادي صافي غادي يحيدوهم لكن حنا بيوم على المرصاد ما بغاوش حنا معاهم بزاف الله ينحشمها اليوم ديال المهم راه كاين واحد الضربه اليوم في العشيه قبل ايه نحضروا ليها هو خويا علاش اتصلت بك البارح وقلت لك جي عندي دوز عندي اليوم مرحبا بك جيتينيش ما غنخرج جيتين مالك بحال هكاك تسعود بحال هكاك غادي نقلب صافي مشات اسي ايوا صافي ايوا بخير اه بك انا انا معايا بدال ايه لا سيدي الدور من هنا ياك واقيلا سير من هنا يا الدور على يدك على يدك اليسار بارك هنا بارك اش بلاصي بعدا ايه يلا بلاصي تبقوك ممكن تسناك لتحت ويا عمر اول موتور خليش وحدك الله ويلي باقي ما جاوش هادو ويلي يا صاحبي ودني خاويه اليوم دير سعاد شي كاس كويسات شي كاس سعاد يلا حيد ضرب امين ضرب ايه ودني خاوي اليوم اش فاش بس من باقي ما جاش ولا شنو واش عيطوك اش قالوا لك قالوا لي انا هنا احنا هنا برايفت هاني ديب شيت واش غنديروا دابا والله ما عرفت اش غنديروا بالله لا هو واش غندير حيد انا فينا ما نتسناهم يلا اخر الشهر صافي يا عمر ما ديرهاش من قبل الصباح صافي راه دير اخويا الدنيا خاويه حيد الله سلامه
صافا يا سيد القاضي كل الغيب الغير اسمع كلامي رب العالم طلب ورجال قل شنو دان بيت كل قلبي بغى امر من صغري واليوم كبر جمال ميسيون جامي سالين كوراجي لي جوار مع سهرت ليالين ديفوندي لي كولور شيب المصروف ديالي ونقصد قاع الطرقان فارينا لي فولي وننسى قاع لي بروبليم يا سيد القاضي الى البطولة شهرات ماشي بالفراقي ماشي بالتيرانات رجعوا بالماضي الشمعة اللي عليها ضوات مشروع رياضي الكورة في البلاد حيات كيف بدينا الباركور عطيناها كاليتي موتي فينا الجمهور كل شي كيف تقولي صملة أحلى صنبور في ارتو في دينيتي خرمنا لغونجي عشق المونطاليتي يا سيد القاضي هاد الناس هم السبب طلّوا الرأي العام شرمونا بالشغل لا غياليتي شافونا الحرب والفساد مغربة فليهم جيتي عدنا غير البلاد الأحزاب والجمعيات في الخزينة الجنرال بنيات بتحتيام غمرين برواح الشاب ومنقل التلفزيون صوت وصورة مطبق فراقي عندها تاريخ ما لقيا فين تلعب يا سيد القاضي كشفنا المسرحية منسينا المبادئ ما بعنا القضية سخافة فاسدة بركة تغرق فيها تخلق الفتنة وترمي لي المسؤولية سجينو غير مطلوب رفقوا لي الجرمة هادي بلاد القانون حلمة وش من حلمة لا سبا منوطين ما تقول حتى كلمة غريزون أقل ممكن غصبري يا يما يا سيد القاضي دولة نبغت تغيير تبدا بالصحة وتتبع التعليم طرقان بلادنا دفنوا شحال من قتيل أطفال مشردة قاها برد الليل تغيير يكون متبادل علينا وعليهم ماشي تفرضوا قرار لازم تقصيهم تاريخنا لازم طويل أفكارنا تكفيهم أجيال شفت الويل بكري يجازيهم يا سيد القاضي ما بقى ليا ما نصبر جيت نكوراجي لقيت راسي نسيني المحضر سقسوا لفراقي في الشدة شكون يحضر سقسوا اللعابة وعلى حقوقهم شكون يهضر صاي ما بقيش نزيد كلامي كله قلتولي لكن الحبس فيه تقليد رمي جوالي Style de vie authentique, une harabe répression, de logique ou l'élogique.